لو أن اليهود تركوا لنا فلسطين خلاص يبقوا حبايبنا؟ لا طبعا عمرهم ما هيبقوا حبايبنا إطلاقا. اليهود كفار، ليس لأنني أقول ذلك وليس لأنهم يقتلون المسلمين، ولكن لأن الله قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالذي كفرهم الله. عقدتك في اليهود واحد أنهم كفار، اثنين أنهم أعداء، مش أعداء عشان يحتلوا فلسطين، وإنما هم أعداء ولم يحتل ولو لم يحتلوا شيئا. قال سبحانه لتجدن أشد الناس عداوة للذين كفروا اليهود، اليهود والذين أشركوا. ثلاثة عقيدتك في اليهود أنهم لن يكفوا عن قتالنا وقتلنا، ليس من أجل الأرض والأمان كما يزعمون، وإنما من أجل الدين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هي دي، أنه ينبغي أن نعتقد عقيدتك في اليهود أن القتال معهم دائم ولن ينتهي حتى القتال الأخير. ودي الرابعة في عقيدتك في اليهود، أنهم سنقاتلهم وسنهزمهم وسنستأصل شأفتهم فلا يعود على ظهر الأرض يهودي واحد. ليس لأنني أقول ذلك، بل هي البشارة، لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتقتلونهم ولو اختبأ اليهودي، ده رواية أخرى من رواية الحديث، خلف حجر أو شجر، نادى الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، وقد بلغني والله أعلم بالحال أنهم يكثرون من زراعة هذا الشجر الآن. أما أنتم يا يهود لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم يا من أجدادكم القردة والخنازير. أما أنتم يا يهود زرعتم غلا في قلوبنا، بل ورثناه أولادنا وأحفادنا، ألا بقاء لأشكالكم ما بقي أحدنا. أيا يهود ألا لعنة الله عليكم، أيا يهود اللهم أنزل عليهم سخطك ورجزك وعذابك، اللهم إنا نسألك أن تعيد مسخهم لتقر أعين المسلمين برؤيتهم قردة وخنازير. أيا خنازير الأرض، أيا خنازير الأرض، أيا خنازير الأرض، تقتلون المسلمين ببرود الخنازير.